قلنا نعمل مسابقة جديدة كده لأني بصراحة من وأنا موجود في بطولة العالم في البرتغال ناس كتير عمالة تكلمني على الأطفال اللي بدأت تحب العربيات ونفسها تسوق ونفسها تسابق. فقلنا أي حد شايف ابنه بيحب العربيات صوره كده بيعمل حاجة بعربية وحبه للعربيات هيبقى عامل إزاي وسنه قد إيه، ومش فارق معايا السن، فارق معايا انه يكون بيحب العربيات وبيسوق العربيات الصغيره، مش هتكلم عن عربيه حقيقيه يعني، بيسوق عربيه صغيره، بيسوق عربيه ار سي، بيسوق عربيه كارتنج، بيسوق عربيات من عربيات الكهرباء، بيعمل حاجه بالعربيه. وهنعرض الفيديو ده وهنقول اسم الطفل وهننزل الفيديو بعد كده على البيج بتاعتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، واكتر لايكس هتيجي على الانستجرام على الفيديو ده، وصاحب الفيديو هو اللي هيفوز معانا، وان شاء الله هنحضر له حاجه حلوه قوي. خليني اقول ان النهارده لما فكرنا في الفكره دي واللي لهمنا الالهام ده طفل عنده 3 سنين، وقلنا ان هو اول طفل هنعرض ليه الفيديو ده هو طفل لصديق لينا زيزو زيدان حاتم يحيى. حاتم صديقنا من المصورين الشاطرين جدا في الموتور سبورت في مصر، ويعني متشبع ابنه بالعربيات. فقررنا ان لقينا اطفال كتير زي زيزو او زي زيدان عنده 3 سنين، يمكن عبده فراس اشهر واحد عندنا في مصر دلوقتي بيعمل تعديلات لعربيات الدريفت، وان شاء الله عندنا حاجه مفاجاه معاه برضو الفتره اللي جايه حواريها لحضراتكم. حواري حضراتكم زيزو الجميل اللي عنده 3 سنين وهو بيلعب مع العربيات وبيتعامل مع العربيات ازاي. خليكم تتفرجوا على الفيديو ده وارجع لكم تاني. خلولي الفيديو الصغير كده جنبي يا شباب. زيدان عنده او زيزو عنده 3 سنين وبيحب العربيات، وطبعا عشان بيحب الدريفت فبدا يدريفت زي ما انتم شايفين، طبعا معاه حد من السواقين المحترفين عبده فراس، ويمكن كانوا في الصيف بيعملوا ده. فقلنا زي زيزو في اطفال كتير قوي، زيزو اول فيديو هو اللي موجود معانا في المسابقة اللي احنا زي ما قلنا حضراتكم هنعرض الفيديوهات، واكتر لايكس واكتر كومنتس هتبقى موجودة او تحديدا لايكس على الانستجرام هو اللي هيكون صاحب الطفل، هو اللي هيكون صاحب الفيديو ده هو اللي هيفوز معانا، وان شاء الله محضرين حاجة حلوة تنفع لاولادنا اللي اتمنى انهم يكونوا ابطال عالم في يوم من الايام، نساعدهم نحطهم على الطريق. طالما عنده تالنت زي دي، عنده موهبة ان هو من هو صغير بيدريفت حوالين حاجه بهذا الشكل، حوالين طبعا عبده فراس من السائقين الجمال اللي عندنا في مصر، فمعنى كده ان عنده فرصه انه ممكن يبقى حاجه كويسه، فنساعده. انا مش بتكلم بقى على زيزو بس، احنا بنتكلم على كل الاطفال اللي بتتفرج علينا اللي بيحبوا العربيات اي عمر. ابعت لنا بس الفيديوهات على الفيسبوك او اعمل لي منشن على الانستجرام، بس تحديدا ابعتوا لنا على الفيسبوك عشان انا هاخدها وهبوستها على الانستجرام عندي على الاكاونت، واكتر لايكس هتيجي هي ده او هو ده هيكون صاحب الفيديو. كل يوم ان شاء الله ننزل فيديو، وان شاء الله نعمل لحضراتكم حاجه لطيفه كده ونساعد. انا بنبسط بالاولاد الصغيرين اللي لو ساعدناهم من بدري هم دول الجيل اللي هيطلع يسابق، زي ما رحنا بطوله العالم وشفنا اطفال موجوده، وهكلمكم النهارده على بطوله العالم وكواليسها وحاجات كتير كانت بتحصل فيها. هو ده السن اللي من دلوقتي يبدأ اكتشف ان الطفل ده عنده موهبة ولا لا، وعنده حاجة تخليه يروح انه يبقى سواق ولا لا. فنساعد، نحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد. كل اللي عليك صور ابعت لنا، مش لازم يكون ولد، ممكن تكون بنت، ابعت. واتمنى انه البنات، لان مش شرط بس الرياضة دي اللي بيسوق فيها اولاد، لا كان في بنات كتير في بطولة العالم. خليني اقول معلومة مهمة، في السباقات العالمية أو الدولية أو أي حتة بره هو ما بيعملش العنصرية في حتة إنه ولد أو بنت. هو بيقول السائق فلان الفلاني أو فلانة الفلانية. مع الولاد مفيش فئة السيدات أو مفيش الحاجات دي خالص. فيهمني إن احنا نقف ونساعد ونعمل ده، وإن شاء الله أنا متوقع هنلاقي فيديوهات كتير. ابعتوا لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، وهتلاقوني بنزل على طول كل يوم فيديو على الانستجرام من اللي هتجونا إن شاء الله، بس حاولوا تصوروها بصورة كويسة وبصورة لطيفة زي الفيديو بتاع زيزو كده او زيدان اللي عنده 3 سنين وبيدريفت. نطلع